نحتاج للدجاج، بدنا 1 كيلو دجاج، بدنا ربع كوب زيت زيتون، كوب لبن، 3 سنان ثوم، عصير ليمونة، بدنا معلقة صغيرة أوريجانو ومعلقة كزبرة ناشفة ولا خضرة؟ لا خضرة. معلقة كزبرة خضرة وربع كوب بصل أحمر. لما نيجي للصلصة اللي بدنا 5 حبات خيار، معلقة صغيرة ملح، بدنا كوب لبن، بعدين بدنا 1/2 كوب مايونيز، 1 سن ثوم، 1/2 عصير ليمونة أو عصير 1/2 ليمونة، معلقة زيت زيتون، 1/2 كوب بقدونس بدنا، 1/2 كوب كزبرة خضراء وفلفل أسود، 1/2 بصلة حمراء. عرفت وين رح نعمل خبز اليوناني كمان فيه. نعمل خبز البيتا اليوناني كمان خبز رح نسوي. واو. 2 صغار خميرة، 2.5 معلقة سكر، 3/4 كوب ماء دافئ، 1/2 كوب حليب دافي، 1.5 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1/4 معلقة صغيرة ملح، و3 أكواب طحين. عم بدور على طحينات قلت كل هذا وين الطحين. إذا نعمل خبز وصلصة ودجاج. أوكي تمام، كله يوناني يوناني. فرح نبلش هلأ. أهم خطوة هي رح نبلش بالعجين، بس قبل ما نبلش لازم نحط 2 معلقة الخميرة مع 2.5 معلقة سكر، نخليهم يتخمروا شوي. أوكي تمام، انا عندي هون مي دافيه. اوكي بدك اضوي لك شيء من الغاز ولا انت محميتهم؟ جاهزين خلص. اسلموا ايديكي. هلا حنحرك الخميره. اها بندوبها بالمي الدافيه والسكر بالضبط. حنخليها بالضبط هيك حوالي 4 دقائق عجنه. حنبلش بنقع الدجاج. اوكي هلا الدجاج ايش بدك بيكون مقطع؟ بيكون يس مقطع مربعات. هلا بنجيكي كيف. تمام حنخليها شوي. اوكي ترتب. قبل قد ايه بدنا ننقعه الدجاج؟ يعني انا بفضل كل ما كان الوقت اكثر كل ما كان الفليفر يعني اقوى، نكهه اقوى. يعني خلوه 5 ساعات 4 ساعات بس اذا مستعجلين ساعه على السريع. يعني ممكن من الليل بنكون بدنا نعمل سندويشاتنا او مثلا الظهر ننقعه لليل. لليل بالضبط. هلا اسفه سوري رح نحط الدجاج. هلا هون بتفضلي تكون بس صدور الدجاج؟ صدور الدجاج لانه انه حتكون تندر اكثر بالشوي، فانا يعني هذا خيار برجع لهم، بس هي الريسبي التراديشنال صدور دجاج. اذا شوفي قديش يعني كمان حلو نطلع على القياس انه مش كثير كبير يعني هالقد بهذا الحجم. اوكي اوكي بس حنحط، انا الكميه عندي قليله اليوم فما رح كثير احط هلا احنا بشو بدنا ننقعه؟ بدنا ننقعه بلبن طبعا. انا هون مقلله الكميه فاتبعوا الوصفه اللي حاطتها. لبن. اوكي انت حاطتي لنا يا ستي 1 كوب لبن لكيلو الدجاج بالضبط حسب المقادير اللي ظهرت بالاول بالضبط. اوكي زيت وضفتي لها زيتون وضفتي لها اوريجانو. اوريجانو ورح نحط بودره الثوم. أو أنا حتى أسنان توم بس تقدر تستخدموا الاثنين. أوكي ورح نحط زعتر أخضر اللي بيكون إحنا مجففينه بالبيت. غير عن الأوريجانو. غير عن الأوريجانو. حطيت التنين مختلفين. يس. الزعتر الأخضر تبعنا حد أكتر صح؟ أيوه بالضبط عشان هيك حطيت منه كمان. وحنحط بصل أحمر طبعاً مقلي كمان زي ما قلت لكم عشان أوكي وملح. تمام أنا رح أخذ شوية كزبرة. البصل الاحمر هو نكهته ايش بتفرق بالضبط عن الابيض؟ هلا انا لانها هاي سندويشه هلا اوكي بامكاني نحط ابيض بس دائما استخدم البصل الاحمر للاشياء الادبل اللي رح تكون زي لساندويشز رح تاكليها يعني زي مش انه مثلا رح احط بالسندويش بصل احمر لانه طعمته اقل يعني مش حاد كثير هو كتير. حلو اكثر وما بترك هاي الريحه فانه عشان هيك انا مستخدمه البصل الاحمر. اوكي انه يمكن تاكلي سندويشه وتكملي تروحي بالزبط. على الشغل او تشوفي. ايوه بالضبط ححط الكزبره. تمام فالبصل الاحمر اخف ضرر بالضبط. وهلا رح اعصر ليمون. اوكي تمام اوكي اذا حدا ما بيحب الكزبره بامكان بس صدقيني رندا هلا حتجربي الكزبره هي السر طبعا. اللي بتحطوا بامكانكم حليب سائل بس انا هلا رح احط حليب بودرة. انا اخلطه
اسمعي رغد مصطفى بتقول لك شعرك كثير حلو اليوم روان. حلو ايامك رغد. ورشا ابو حسين بتقول صباح الخير يسعد صباحكم. صباح الورد. هلا رح احط الحليب نص كوب. تمام. اوكي. حط عليه الزيت. تمام. حنضيف عليه كمية طحين. هلا بامكان عشان تتاكدوا يعني العجينة تكون ظابطة ضيفوا اول شيء نص كمية طحين. يعني خلوا شوية طحين عشان يعني انتم تزيدوا او تقللوا. تمام. ونحركه مزبوط بعدين بنعجن. طبعا كمان العجينة هاي بدها ترتاح ترتاح يعني غطوها كمان حوالي 3 ساعات. اوكي. اوكي انا عندي عجينة جاهزة. وندى حسان بتصبح علينا. عبير مزايده صباحه قال شو هالف نيو فاشن شعرات. هلا انتبهوا على الاكل مشنا بالشعرات تصير الاكل بالضبط. هلا شو بدنا نحط بالمقلاي؟ هلا بالمقلاه ما رح لسه. هلا الزيت ما تحطوه بالمقلاه. طبعا هذا هو سر الخبز اليوناني انهم قبل ما يحطوه بالفرشاي بدهنوا الوجه تبعه. هيك هندهنه. طبعا بعطي نكهه زاكي تعرف هيك نكهه التحميص او القليه نكهه مميزه. هلا بتدوقيها فهيك عندنا هاي الجهه. اوكي نسخن المقلاي. سخن المقلاي ولازم إشي ما بيلزق. بالضبط. اوكي هنحطها هيك على الفرن وبس تتحمر من تحت هندهنها من الوجه الثاني. بتعرفي كيف رندا عندنا الخبزه بلشت صرت بقبش هيك بقبش ترجع بتحطي بحط على الوجه الثاني مش كثير بس هيك بحكي على سن التقاعد بدي اروح على اليونان هيك خلاص فاهمه انه انت في هالقد بتحبي كثير بحب اليونان. هلا قديش بدنا نتركها؟ يعني عبين ما هيك شايفه كيف هيك صار اللون انه يتحمر. حننقلها على الوجه الثاني وحنتقل لصلصه التزكيكي. تزكيكي. اوكي فاول شيء عندنا لبن حيكون فيها مايونيز حيكون فيها بقدونس وكزبره وليمون فانا راح اقطع هلا الكزبره. اوكي منها نعروق شوي راح ادوقك على فكره الصوص لحاله عشان نفسي اوصل لك فكره انه قد ايه لانه انت مغيره فيها انت شايفه جيب المايونيز نقيم الخبزه خلاص لسه دقيقه شوف. اوكي ما اشكاها شم الريحه بس شوي خليها من ديك الجهه. هلا رح نحط المايونيز. طبعا هي الوصفه ما فيها مايونيز بس انا رح احط فيها مايونيز عشان النكهه هيك ازكى اقوى. هيك انا كتست كذوق صراحه يعني هذا التويست تبعك. يس ايوه تمام. ورح نحط الاوريجانو. طبعا ملح. أم أمير الهباهبة كمان بتسلم شكرا يا أم أمير كلك ذوق. وجنى كمان المصراتي بتقول روان كتير بتحب هالفقرة. الله يسعدكم. شكرا يا أنا حطيت بودرة الثوم. شكرا لهم عن جد. أوكي وراح نحط حطيتي بودرة الثوم. بودرة الثوم وبصل أحمر مقطع كتير ناعم بس زعتر. نطمن على الخبزة. خلص حقيمها نرجع لها نحشيها كمان شوي. لا لا هاي ما بدك تحشيها أنا بدي أدوقها تاكليها. وهلأ رح نحط الليمون. اسمعي بس اللبن قليل يعني بدها تكون ثك شكلها. حتكون ثك لأنك رح تحشيها جوا السندويشة. فمش رح تكون مرقة تاكليها. فهمت عليكي. حنحط الليمون. اوكي في الغاز او ازيحها ولا بدك تحطي كمان وحده خلاص. شكرا لك. اوكي حبيبتي تمام. هي حطيته اوف. تمام راح اقطع الليمونه ونعصر باقي الليمونه. اوكي هيك بكون الصوص جاهز. بدي اشم ريحه الدجاج اللي نقعتيه. وهي شميه بعد. ليش شو ريحته زاكي بعد كمان. هلا هون شو عملتي فيه؟ هون حطيته على السياخ وبعدين قمته من السياخ شويتيه. شويته هلا حتشوفوا كيف. تمام
عصرنا الليمون يعني حطيتي شكتيهم بالسياخ شويتيهم وين؟ بالمقلاه زي هاي نفس الشيء حطيتيهم يس بامكانكم هاي. كمان تحطوهم بالفرن او على الفحم بيطلع كثير النكهه زاكيه أوكي. على الفحم تشوهم بس هي عادي بامكانكم تحطوهم بالمقلاه انا دائما بعملهم بالمقلاه وما بتنزل ميتهم يعني بتكوني انت راحت المي شربتها كمان شو اسمه المقله كثير سخن ف ريحته زاكية بتجنن ريحه الكزبره والكثير كثير طيبه هلا حدوقي اوكي هلا بس حنقلب الصوص هلا بنخلص السلطه بنطلع فاصل بنرجع بنعمل السندويشه بنلفها وبنلف السندويشه بالضبط هيك عندنا حطيتي الخيار ما انتبهت شكرا يعني معقول صرت خيار بلبن بلا خيار بالخيار طبعا شو جد رنده شكرا هلا حنضيف الخيار صرت خيار بلبن طب بصير مو وين الخيار وهيك نخلطهم مزبوط اوكي الله 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 وبس يا عمي هذا الجيل الجديد بيطلع منه شغلات حبيبتي رندا منال ابو غوش بتصبح عليكي وبتحبي بدهم يشوفوكي برمضان برمضان على ما اظن بترجع لكم بعد رمضان بعد رمضان تستقولها شوي بالضبط اوكي رندا رح زي ما انتم شايفين هنحط الدجاج بسيخ الخشب طبعا حطوه بمي قبل ما تشوه عشان ما ينحرق لازم ينقع بمي شي ساعة أو أكثر فبس بهاي الطريقة حنحطه بالمقلاة هلا هو فيه زيت زيتون فما في داعي يكون في زيت بالمقلاة لأنه خلص ما في شوي زي جريلينج يس زي ما بدنا نحط زيت بإمكانكم طبعا تستخدموا الجريل بإمكانكم تعملوه على الفحم هو منقوع وخلص أظن بيكون من اللبن كثير طري 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 هلا حتجربي فهيك هاي الطريقة بنحطه بال وبس هلا رح نحشي السندويشات اوكي إذا في طرق صلصة. للتقديم يس إمكانكم هيك تقدموهم تاكلوهم على جنب بس أنا هاي زي ما قلت لك صلصة كتير زاكية صحة وعافية لأنه فيها إيش حطيتي أوريجانو أوريجانو كزبرة مايونيز ليمون وخيار بقدونس وبقدونس فهي فيها تويست أما كتير طيبة وتوم حطيتي بودرة التوم يس منجيب الدجاج ما تحطوا الصوص أول حطوا الدجاج هي أنا عم بعملكم الطريقة التقليدية على الأصول اوكي تحطوا الدجاج بهاي الطريقه تمام بعدين بنحط الصلصه اللي عملتها طبعا كتروا لانه كتروا الصلصه هيك تكون كلها زوسه هي ثكه كثير ما فيهاش مي كثير ما تخافوا فهاي الطريقه اوكي طبعا هذا اختياري تحطوا بصل احمر هيك بس شوي بهاي الطريقه إذا ما بدكم تبوسوا حدا حطوا بصل بالضبط واحنا زي ما قلنا لكم استخدمنا بصل أحمر لأنه طعمه مش حد كثير وحنحط الخس ياي حنحط بندورة واو بس صارت كثير هاي غنية كيف تلف بتلف عادي بتلف الخبز كثير فليكسبل اوكي وحنحطها بهاي الطريقة يامي تمام